ناسي كرابو أو كاو يام هي وجبة الفطور التايلاندي الآتية من الجنوب التايلاندي، وهي وجبة معروفة حتى في القطاع الوسطى في تايلاند وفي العاصمة بانكوك نتيجة هجرة العمال القرويين الجنوبيين إلى العاصمة للبحث عن فرص العمل. وقد سبق أن قدمت حلقة عن تحضير وجبة الفطور التايلاندي ناسي كرابو أو كاو يام في حلقة سابقة، لكن هناك إضافة أخرى يمكن أن ترافق في الوجبة عند التقديم، وهذه الإضافة هي وصفة نودل الأرز المقلي بهوم غورين. وقد سبق أن حضرت وصفات لنودل الأرز المقلي في حلقات سابقة، لكن هذه المرة الوصفة سأعدها بطريقة سهلة وسريعة التحضير، حيث أستبدل معجون الفلفل الأحمر بصلصة الطماطم وبدون إضافة الفلفل الحار، مع تزويدها بنكهات صوصات الأمامي الأسيوي. هناك طريقة أخرى في تقديمها كبضاعة تسويق للأسر المنتجة، خاصة في المواسم وأيام العطل. وهذه مكونات الوصفة. بداية أقوم بنقع نودل الأرز في ماء في درجة حرارة الغرفة حتى يتحول من اللون الشفاف إلى اللون الأبيض. بعد مرور 10 دقائق أو أقل ستجد أن النودلز تحول إلى اللون الأبيض، ولأن خيوط النودلز طويلة فالأفضل قصها إلى خيوط متوسطة الطول ليسهل تقليبها واختلاطها مع المطيبات لاحقا. ضع الزيت في مقلاة الووك، قم بتقليب الزيت أنحاء المقلاة، ضع مكعبات البصل وقلبها في الزيت حتى تلين بعض الشيء. ضع الثوم المهروس وقلبه في الزيت حتى تطلق رائحة الثوم. أضف مسحوق توابل الدجاج أو مكعب المرق وقلبه في الزيت. ضف صلصة الطماطم وقلبها في الزيت حتى تجف الرطوبة ويظهر الزيت على السطح. أضف توابل الصوصات الأمامي الأسيوي كالمحار، كيتشب مانيس، صوص السمك. قلب المكونات في الزيت لدقائق. ثم أضف نودل الأرز المنقوع سابقا، قلب النودلز في معجون الصلصة المركزة واستعن بقطعتين من سباتولا للتقليب. قلب النودلز جيدا حتى تختلط بالمكونات والتوابل. الوصفة جاهزة، أضعها في صحن التقديم. زين الوصفة بقطع من البيض المسلوق والخضروات الطازجة ذات القرمشة كالخيار، الفاصوليا الخضراء، الكرنب أو الجزر. نودلز الأرز الأبيض بهون غورين بطريقة سهلة وسريعة التحضير
وغير سبايسي. نودلز الأرز الأبيض بهامبرغرين ترافق عادة وجبة الفطور ناسي كرابو. هذه طريقة تسويقها كبضاعة للأسر المنتجة.